ذا ديفيجن 2 اتغير وتعدل فيها حاجات كتيره جدا عن الجزء الاول منها. في الفيديو ده هنتكلم عن حاجه من الحاجات اللي اضافت وهي البي في بي باسلوب مشابه للبي في بي في لعبه ديستني 2 اتعمل البي في بي في لعبه ذا ديفيجن 2. البي في بي في ذا ديفيجن مش اجباري زي ديستني 2 بالظبط، لما بتدخله بيخلي كل الشخصيات نفس القوه زي ديستني 2 بالظبط، برضه لما بتخلص الجيم بيجي لك جوائز تلفلك وادوات تستخدمها لشخصيتك برضه زي ديستني 2. بيحتاج بيلد مختلفه عن اللي بتلعب بيها في العادي زي ديستني 2 برضه، ممكن تدخل بادوات ضعيفه لكن مناسبه للبي في بي وتبقى قوي جوه الجيم عادي برضه زي ديستني 2. فالنظام اللي اضاف بيه البي في بي جوه لعبه ذا ديفيجن 2 مستوحى بنظام اضافه البي في بي في لعبه ديستني 2، لكن طبعا مع اختلافات كبيره جدا بسبب اختلاف اللعبتين وعدم تشابه الميكانكس تماما. البي في بي في لعبه ذا ديفيجن 2 موجود تحت مسمى طور الصراع، وده يعتبر اضافه على اللعبه مش اساس اللعبه، ممكن تعتبره انه مش موجود وتلعب اللعبه عادي خالص من غيره، وممكن تلعبه كنوع من انواع تغيير الجو جوه اللعبه، او يكون البي في بي تركيزك بشكل اساسي، فكل الاختيارات متاحه وكلها فاليد. لما بتخلص قصه اللعبه الليفلات بتتلغي وبتتقاس قوه شخصيتك بدرجات بتعبر عن قوه الادوات اللي معاك، والدرجات دي ملهاش تاثير جوه مود البي في بي خالص، لان قوه الشخصيات في طور الصراع بتتساوى ببعضها، لكن لو مثلا معاك سلاح ضعيف جدا وارمور قوي جدا بتخش بيبقى الوضع مماثل، ارمور قوي جدا وسلاح ضعيف جدا لكن بقدر متساوي مع باقي الناس اللي ضدك والناس اللي معاك، فلازم برضو البيلد بتاعتك تكون متناسقه في القوه مع بعضها عشان لما تخش جوه طور الصراع ما تبقاش الدنيا بايظه برضو معاك. طور الصراع فيه اسلوبين لعب اساسيين حاليا وهما الاشتباك والهيمنه، كل اسلوب منهم بيتكون من اربع لاعبين ضد اربع لاعبين تانيين، كل لاعب بالاسلحه والدروع اللي بيستخدمها بالتاثيرات الخاصه اللي فيها بالمهارات اللي هو مختارها، والقوه العامه بتاع كل لاعبين متساويه مع بعضها عشان يكون في عدل في المواجهات. طور الاشتباك عامل زي الديث ماتش، كل فريق بيكون ليه 16 نقطه، كل ما لاعب يموت الفريق بيقل نقطه، والفريق اللي بيخلص نقاط الاول هو يعتبر الفريق خسران. طور الهيمنه بيكون برضه من اربعه ضد اربعه لكن مفيش نقاط قتل، بيكون في ثلاث اماكن على الخريطه، كل فريق مطلوب منه السيطره على اكبر عدد من الاماكن يقدر عليها، واللي يحتل عدد اكبر من الاماكن لفتره اطول يجمع النقاط اللازمه للفوز. عوامل الفوز في اي طور من الاثنين اذا كان الهيمنه او الاشتباك هي نفس العوامل بالظبط، وهي التيم بلاي، التمركز في اماكن صح واستخدام المهارات في وقت مناسب ومساعده الفريق هي عوامل الفوز الاساسيه. فمهارات الدعم مهمه جدا لان ذا ديفيجن من نوع الالعاب اللي ما فيهاش حاجه اسمها كلتش، يعني لو في لاعب مستواه عالي جدا ويقدر يقتل الفريق كامل لوحده دي حاجه مستحيله في ذا ديفيجن بسبب اسلوب لعب اللعبه اللي مبني على نظام ار بي جي واسلوب حركه بيعتمد على التنقل ما بين الكفرز باسلوب تكتيكي، بالاضافه لوجود ادوات كتيره بتكشف اماكن الاعداء بسهوله، فعمل فلانك مثلا حاجه صعبه جدا، فاللعبه بتعتمد على المواجهات مباشره وكومبات الفريق مع بعضه، فهي متصممه انها تكون لعبه تعاونيه حتى في طور الصراع، التعاون بين اعضاء الفريق هو عامل الفوز. طور الصراع بيجيب لك اكسبيرينس عشان تلفل بيها، ولو اصلا انت وصلت لاعلى ليفل هو 30 برضه بيجيب لك اكسبيرينس، لكن لما بتجمع كميه معينه من نقاط الاكسبيرينس بيجي لك صندوق جواه ادوات تغير بيها البيلد بتاعتك او تحسنها، وغير الاكسبيرينس كمان بيجي لك صناديق جواها لوت، بيجي لك صندوق عشان لعبت، ولو فزت بيجي لك كمان صندوق اضافي، ولو ادائك كان كويس بيجي لك صندوق ثالث. فهو طور لعب مكافئ جدا ومكافئ اكتر من اللعب العادي كمان، لان ساعه لعب في طور الصراع هتجيب لك ادوات اكتر بكتير من اللي هتجيلك لما تلعب اللعبه بشكل عادي، لكن طور الصراع ملوش اي تاثير على خريطه اللعبه والتقدم فيها، لكن بالطبع ليه تاثير على الادوات بتاعتك فهتتحسن بشكل كبير، واللي هيخليك تقدر تخلص المهمات وتستعيد السيطره على واشنطن بشكل اسهل واسرع. احنا كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، يا ريت لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو انت جديد في القناه اول مره تشوفنا يا ريت تشرفنا تعمل سبسكرايب، ولحد الفيديو اللي جاي سلام.